لا اقف احسن، لان انت وانت قاعد نايمت كل حاجه. طيب وعلي صوتك شويه يا ريت، المايك يا جماعه علي صوتك، المايك والنبي اعلى شويه. وادي الحكايه ابتدت من وقت ما الجنود وقفوا على الحدود، وادي الحكايه ابتدت لما قالوا لهم رحات ارضكم باليهود، والحكايه ابتدت لما الصهاينه دخلوا سينا وفرحوا وقالوا ان مصر جيشها مات، ما يعرفوش ان مصر فيها اسد واسمه انور السادات والسيسي. ولاده يا بلادي، ولاده يا بلادي وارضك خصبه عافيه، ولاده يا بلادي ورغم الجروح لساكي لسه صبيه. انا رحت للصهيوني اخبط على بابه وقلت له مصر مش ليكم، اصل ربي ذكرها في كتابه. صهيوني يا غدار ارجع وسيب ارضي، انا ابويا رباني وعلمني ان ادافع عن شرفي وعن عرضي. صهيوني يا غدار ارجع وسيب ارضي، انا كنت ماشي جوا ارضي. حلو. افرح افرح يا كل مصر في ارض مصر، انتصرنا وجبنا راس الصهاينه. انت بتكمل دلوقتي؟ خلاص انا عرفت الشخصيه والاسلوب والتفعيلات كل حاجه. انا لو اجي اقول لك عايزك تكتب لي حاجه عن صوره الانجازات اللي هي موجوده، حجم الانجازات اللي ما حصلش في اي تاريخ النهارده، تقول ايه عشان تخاطب مصر اللي هي حبيبتك، اللي هي امك، اللي هي وطنك، اللي هي كل شيء، تخش منين تقول ايه؟ انا مش هقول لك تكتب دلوقتي، فكر وبعدين لما اذا كنت تقدر تقول شاطره اهلا، قدرت حلقه تانية تيجي وتقول في دماغك حاجه تقولها ممكن. ها والله هو الرهبه قدام الاستاذ حلمي طبعا ممكن تضيع. اللي جاب الرهبه دلوقتي؟ ما انت بدات من غير رهبه. اسمح لي بس ان انا اكمل بس القصيده. طب اتفضل اتفضل خلاص هو يكمل. اقعد وقول. لا ما انا اسمع، بص عشان في جمهور بيشوفنا والجمهور اللي بيشوفنا اعرف امتى هيسيبك واعرف امتى هيفضل معاك. اقعد وغيرك هيقول. الخشونه لما بتحصل لو احنا اتعاملنا معاها بدري وهي في مراحلها الاولى بنقدر نعالج الموضوع بدري. لو لا قدر خشونه متقدمه شويه تانية او ثالثه بنعمل جلسه، وبعد شهر بنعمل كمان جلسه، ونبدا نديله فرصه شهرين نبدا نعمل اشعه ونشوف ونقارن. ودايما اقول هات الاشعه القديمه والاشعه الجديده، اقارن ما بين القديم والجديد واعرف ان انا عملت اعاده بناء للغضروف.